سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى بانكم بافضل الاحوال. اليوم غنصاوبو بيتزا فيجيتاريان او بيتزا ديال الخضره اللي صحيه بزاف وفيها مواد كلها صحيه ولذيذه. غادي نحتاجو الفلفله مقطعه شرائح، غادي نحتاجو الكورجيت مقطعه دوائر على هذا الشكل، غادي نحتاجو البصل مشنف. هاد العناصر البنات غادي نشدوهم، غادي نشحروهم. الا كان عندكم شامبينيون فري استعملوا، انا ما كانش متوفر عندي. وكيف ما كتشوفوا فانايا هنايا راني درت الدنجال، كذلك الدنجال كيضيف عليها واحد الطعم زوين. حاولوا انكم تقطعوا الدنجال رقيق باش يدخل فيه الطياب. بالنسبه لهاد العناصر فانا ضفت عليهم زيت زيتون، ضفت عليهم الملح، ضفت عليهم زعتر. كيف ما كتشوفوا هذا معايا زعتر اون بودغ، وغادي نضيف من بعد الزعتر اللي كيكون صين. يعني الاول اللي استعملته زعتر اون بودغ وزعتر صين، ومعاه شويه مخلط معاه زعتره. هنايا درت شويه ديال الفلفل الاسود، زدت عليهم بودره الثوم مع بودره البصل المجفف. غادي نخلطوا هذه العناصر وغادي ندخلوها. كيبقى لكم الاختيار، سواء هاد العناصر تدخلوها الفران، سواء انكم تشحروها في مقيله. بالنسبه لهنايا الدجاج فانا خديت شويه ديال الدجاج، درت معاه البواغو، وهكا درت ليه نسمتو بالعطريه اللي هي البزار، الملحه، الزعتر، هذا الثومه اون بودغ والبصله اون بودغ، وبيان سور سون اوبلي هذاك الزعتر والزعتره. غادي نديرهم والفلفل الاسود بيان سور، ما نساوش الملحه دونك وزيت الزيتون. غادي نديرهم يتشحروا وغادي ندوزو باش نصاوبوا البيتزا ديالنا. بالنسبه للبيتزا البنات فانا ديجا صاوبت لاصوص ديالي، كل واحد وكيفاش كيحب يصوب لاصوص ديالو. هذا هو البيتزا من بعد ما ضفت عليها الخضره والدجاج والزيتون. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم بالسلامه والى اللقاء.